هروح بقى معاكم على تفصيله كده يعني برضو هي كمان كانت ملفته للنظر ومؤرقه الى حد كبير الحقيقه. يعني يمكن من يومين كنا بنتكلم مع حضراتكم عن بعض الشائعات اللي بتطال لاعبي الاهلي، وقلنا وبنعيد وواضح ان احنا هنفضل نزيد ونكرر نفس الكلام مرات ومرات، كل اللي بيتقال كلام عاري تماما من الصحه، كلام سابق لاوانه مبدئيا كده، وما ينفعش يتقال الا في نهايه الموسم كما هي عاده النادي الاهلي. يعني اي كلام عن صفقات او انتقالات كل دي امور فنيه في المقام الاول، يعني مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنه التخطيط وبطبيعه الحال باشراف من الكابتن محمود الخطيب. بالتالي مفيش داعي بقى الناس كل شويه تقعد تتكلم في كلام مش صحيح بالمره. والملفت للنظر ان دايما الكلام ده بيتقال قبل اي مباراه مهمه للنادي الاهلي كما هو الحال في الماتش اللي جاي ان شاء الله، خصوصا طبعا على الصعيد الافريقي. مع احترامنا للجميع يعني يا ريت نخلي بالنا ان الاخبار اللي زي دي غالبا مش هيكون القصد منها الا زعزعه استقرار الفريق اللي بيمثل مصر في سباق دوري الابطال اللي خلاص يعني بيقترب من نهايته وبيوشك على الانتهاء. الاهلي زي ما عودكم دايما بيقول دايما كلمته في بيانات رسميه اعمالا لمبدا الشفافيه مع الجمهور ومع الصحافه ومع امه لا اله الا الله.